وقلت ليكم بعد المرات كيسخن علينا راسنا بهاد العباره، بعد المرات وجهنا ما فيه والو صحه وسلام. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتوما لاباس؟ اش كتعاودوا؟ كديرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هاد لا فيديو دائما اي فيديو كتحط حنان طيبي في القناه ديالها يلقاكم في امان الله وبخير وعلى خير. اولا كنشكر التعاليق ديالكم الزوينه، كنشكر يعني اهتمام ديالكم بقناه حنان طيبي، وكنتمنى حتى انا نكون في حسن الظن ديالكم. في حقيقه اليوم ما كنتش عواله كاع ندير لا فيديو، انا كنت خارجه شويه وانا نقول لا ضروري غنحط هاد لا فيديو هذا باش نحطو لكم اليوم تشوفوه، بالنسبه لواحد جوج ديال السيدات اللي ديجا واحد السيده صيفطات ليا واحد التعليق. انا غادي نقول لكم شنو صيفطات لي، يعني بعد مرات ملي كيكون شي تعليق مهم كنبغي نديرو هكا في لا فيديو، عارفين هذه هي الطريقه ديالي انا في القناه ديالي نشارك معكم. علاش؟ حيت كنعرف بزاف ديال الناس راه عندهم نفس هذاك المشكل. وكذلك واحد السيده تواصلت معايا في الانستغرام اللي حتى هي مسكينه غادي نهضر لكم على المشكل ديالها وبزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كامل غادي يكون عبره لكم ان شاء الله تستافدوا منه. قبل ما ندخل لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك لا فيديو، واللي من ضمن القناه حنان طيبي وما عجبوش لا فيديو خاصو يدير لي لايك ضروري. ودابا دابا 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 قبل ما تنساو عاد تفرجوا في لا فيديو. مهم البنات، اليوم كما قلت لكم التعليق الاول ديال واحد السيده اللي قالت لي بان عندها بشره جد جد حساسه. كتعرفوا دابا مع الصفر ما كاين غير البشره الحساسه. قالت لك عندها بشره جد حساسه بحكم انها ساكنه في مدينه صحراويه. اولا كنوجه تحيه كبيره اللي ساكنين فيها، كنوجه لهم تحيه كبيره. مهم والجو ديال تما في الحقيقه تيكون زوين، يعني كنشوف انا غير فاش كنمشي مثلا الجهه ديال مراكش اكادير كتولي عندي بشره زوينه، كيولي شعري زوين ماشي بحال قنيطره. قنيطره الجو ديالها خايب، يعني حتى لابو الا ما تهليتيش فيها كتولي خايبه والشعر كيبقى يتشوك. مي في المناطق الجنوبيه كتولي بشره زوينه وشعر زوين. المهم ما عليناش، هي قالت لك عندها بشره جد حساسه لدرجه وكتحرق ليها واخا كدير واقي شمسي، لدرجه الا طلعت النشار غير تصبيح وجهها كيتحرق. واحد اونتر بارونتيز على قضيه التصبيح، شي البنات دابا انا نعطيكم فكره، دابا في هذا الصيف هذا كاين بزاف ديال الامهات ولا البنات ولا العيالات يعني بصفه عامه فاش كنوضوا في الصباح هكا كنفطروا كنديروا لا ماشين باش كتصبن، ما كتجي فين تسالي وكتسالي شغلك باش تنشري داك الصابون كتلقايها وصلت 12 يعني في ديك الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره 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 بزاف. ولكن لا راه بالعكس، بحال دابا مثلا انا ما نكذبش عليكم انا كندور لا ماشين في الليل في العشيه ولا في الليل بحال هكا، المهم من المغرب الفوق كتسالي كنشرهم في السطح يعني في وقيته اللي كتكون برده كتنشريهم في خاطرك. ما كتجي فين توصل ديك العشرة ديال الصباح كيكون باقي الجو شويه مبرد كتدخليهم، يعني ما كتنشريهمش في الشمس نهائيا. يعني نتمنى ديروا هاد القضيه هذه. دونك هاد السيده قالت لك كيتحرق ليها وجهها ولو كدير واقي شمسي، عتكون كدير شي واقي شمسي اللي ماشي هو هذاك اختي، عتكوني كديري واقي شمسي اللي ما يكونش كيجي لك مع البشره ديالك. خاصك ضروري 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 يا اختي تاخدي كريم يعني مرطب للبشره. شوفوا راه مستحيل انكم تكونوا كديروا واحد العنايه للبشره ديالكم وعيطرا لكم فيها مشكل الا قليل 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 قليل. راه في الحقيقه ما تكونوش بحالي، انا راه عندي بشره ماشي غير حساسه، راه جد حساسه. شتي راه غنشد دابا يديا بحال كنبرك بحال هكا يولي عندي خط احمر هنايا، نخرج غير هكا في هاد الشميشه في هاد الوقيته هادي تنتزنك كنولي كيولي وجهي حالته. ولكن لكتي كتعتني به راه ما تخافيش نهائيا. دونك ما عرفتش انا كنت قلت لك انا واقي شمسي كديري ما رضيتيش عليا. المهم خاصك ديري واقي شمسي ضد البشره الحساسه. في هاد لا سيمين غادي نحط واحد جوج ديال الواقيات الشمسيه كل فيديو بوحدو، غادي تشوفيهم عتختاري منهم على حسب الحاله ديالك، عتختاري منهم راه واحد شويه زيت ديالو زيت شويه الثمن واحد رخيص خاص شويه، عتختاري واحد فيهم على البشره ديالك في هاد الوقيته ديال الصيف مع مرطب، يا اما سيكا بلاس اللي حطيت البارح بومب بي 5، يا اما افان توليرونس اكستريم
يا اما يعني اي كريم اللي ما يكونوش فيه العطور، اللي ما يكونوش فيه بزاف ديال الحوايج خايبين، اللي يكون صالح للبشره الحساسه بطبيعه الحال. كنتمنى الاخت انها تكون توصلت بالجواب ديالي، ولكن اي تساؤل اختي مرحبا. غادي ندوزو لواحد السيده واحده اخرى اللي في حقيقه البارح تواصلت معايا في الانستغرام. بصراحه مسكينه، هضرت معاها وصورت لي وجهها، فريمون بقات فيا صراحه حيت وجهها يعني بهذا المعنى، وجهها واكل الدق، البشره ديال وجهها واكل الدق، وهي مستريسيه ومعصبه بزاف، حيت بصح داكشي اللي في وجهها يعني في حقيقه اي وحده فينا غيطرى لها بحال هكا غادي ما يخليكش مرتاحه، غتعصبي شنو طرى ليها لوجهها. وجهها ولا احمر بزاف، ولعتي بحال منفوخ، بحال شي حبيبات، بحال شي حاجه تنفخ ليها، ولا ليها احمر. وديجا هي عندها الكلف وكانت باغا تاخد شي كريم اونتي تاج ضد الكلف، قلت ليها ما تاخديهش نهائيا. مزيان من صورات ليا وجهها وشفتو، قلت لها ابدا واش تاخدي كريم اونتي تاج. هادشي يعني ديجا انا كنت هضرت معاها، ومي بغيت نشاركو معكم ونوصلو لكم تنتما، باش اللي كان في الحاله ديال هاد السيده هادي يدير يعني ياخذ الاحتياطات اللازمه. دونك وجهها كما قلت لكم محمر مبرقع، يعني مبرقع كله مطبع كله هذا. قلت لها شوفي كريم اونتي طاش نسيف مره شنو خاصها تاخذ، وقالت لك ما كتغسلش وجهها بزاف، مره مره اللي كدير الصابون، هذاك الصابون راه هو العدو ديال البشره الحساسه، خاصها تاخذ جل اللي يكون ما فيهش الريحه نهائيا. بحال ديجا كنشارك معكم واحد لا فيديو اللي هو ديبي كالم ديبيليا، انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف بان باش تشوفوه. خاصها تاخذ ديجا، انا هضرت معاها تاخذ عاوتاني كريم مرطب، انا عطيتها البارح تاخذ افان توليرونس اكستريم، هو اللي غيصلح ليها داكشي اللي شفت انا في الصوره البشره ديالها. وعطيتها ليكرون اللي عاد تاخذ ديال هاد الجوج اللي غادي نحط واحد فيهم في هاد لا فيديو هادو، قلت ليها ما تاخذي لا اونتي تاش لا حتى شي حاجه. وما سولتونيش شنو السبب، اشنو السبب باش وصل ليها الوجهها لهادشي. ديجا واحد النهار كنت حطيت لكم واحد لا فيديو وقلت لكم بعض المرات كيسخن علينا راسنا بهاد العباره، بعض المرات وجهنا ما فيه والو صحه وسلام، كيسخن علينا راسنا كنمشيو نديرو شي وصفه طبيعيه اللي حنا ما متاكدينش منها، اللي يقدر هذاك المكون يضرني في البشره ديالي. يعني هذيك الوصفه البنات اللي هتبغيو تاخذوا خاصكم تشوفوها واش صالحه للبشره الحساسه ولا لا، كاع حتى الا شكيتي فيها البنات وبغيتي عجبتك ديك الوصفه وكتصايبيها وتقديها، غتشديها غديريها في هاد البلاصه هادي، غير في هاد لابارتي غتحطيها هنا تا تشوفي واش غدير لك شي اثار جانبيه ولا لا. من بعد عاد يمكن لك ديريها. السيده شنو كانت كدير؟ راه تيقول لك عند رخصو تخلي نصو، راه هي هذه هي الماء الورد سالا ليها، شنو دارت؟ مشات خدات ماء ورد ديال 5 دراهم. وبنات نتوما غير بالعقل خمو معايا، يعني برودوي حتى انا شي ماشي اي حاجه زيت ولا اي حاجه اللي كتكون هكا رخيصه ديال 5 دراهم ولا هذا، راه باينه شنو غدير لنا الوجه ديالنا، باينه باينه باينه. وشنو دارت له هي؟ هزات هذاك الماء ورد ديال 5 دراهم، دارت فيه قالت لك الحروق ديال سميتو ديال الزعفران، الزعفران الشعره دارته معاه وبقات كديرو لوجهها، وهو اللي وصلها لهاد النتيجه هذه. دونك البنات شتي ما تشري والو، احسن ما تشريش حاجه رخيصه وتضرك في البشره ديالها. كما قلت ليها البارح جمعي شويه بشويه، ب 10 دراهم بديك 5 دراهم اللي شريتي بها، ب 4 دراهم 3 دراهم حتى توصلي لواحد 30 درهم ولا 40 درهم، وسيري شري الماء ديال الورد مزيان منتوج طبي بعدا من الصيدليه ولا من لاباغا اللي غادي يصلح لك البشره ديالك. سينو راه كتاخدي ديال ليترو الماء الورد ديال ليترو، راه ما كيجي رخيص ما كيجيش غالي. وما نكذبش عليك، واش 50 درهم واش حاجه بحال هكا، مابقاش عاقله بالضبط، المهم في حوالي هذا الثمن، وفيه يطرو وديريه في الثلاجه ودوز لك مده طويله. البنات عافاكم ما تاخذوش شي منتوج اللي غتندموا عليه، اللي عاد صدقوا باغين غير ترجعوا البشره ديالكم كي كانت النهار الاول، ما كتوليوش باغين تبيضوا ولا تبغيو تقادوا، كتبغيو غير ترجعوها كي كانت النهار الاول. دونك هذاك الشيء رخيص ما تاخذوش، حاولوا تجمعوا عاد خذوا كما قلت لكم. وفي حقيقه عشت معاها البارحه هاد اللحظه هذه، بصراحه ضرتني في خاطري وبقات فيا مسكينه. مي قلت ليها ان شاء الله دابا تبراي الا تبعتي هاد التريتمون هذا، ان شاء الله كوني على اكيد على اكيد ان شاء الله غادي تبراي وغتولي لك البشره ديالك زوينه. وعاد ديك الساعات يمكن لينا نهضروا على لي زونتيطاج باذن الله. البنات كنتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار هاد الهضره اللي كنقول،
وإلا كنتو كتبعوا هاد النصائح ديال حنان طيبي ان شاء الله تولي البشره ديالكم زوينه وما عندكمش مناش تخافوا. البنات ما تنساوش انكم تدعموني في قناه حنان طيبي، تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر، ما تنساوش انكم ديروا لي لايك 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 لايك. كنتمنى البنات هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنسخاش بكم كما العاده. تهلاو لي فراسكم بزاف، مع السلامه.